تفضل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله فشمل برعايته وحضوره اليوم احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى 70 على تأسيسه. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا تنضم إلينا من لندن موفد تلفزيون دولة الكويت فاطمة الكندري. فاطمة، بعد التحية، هل لك أن تضعين في مشهد فيه تفاصيل أكثر عن زيارة سمو ولي العهد حفظه الله للمملكة المتحدة ولقاء سموه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على مسار توسيع آفاق التعاون بين البلدين؟ فاطمة. نعم مناير، تم منذ قليل توقيع مذكرة تفاهم بداونينغ ستريت حول الشراكة الاستثمارية بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والهيئة العامة للاستثمار، وقعت من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك، ومن الجانب البريطاني وقعها اللورد جونسون وزير الدولة لشؤون الاستثمار. تلا ذلك حفل إقامة حفل بمناسبة مرور 70 عام لذكرى تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. عقد الحفل هنا في لانكستر هاوس، وتحدث فيه من الجانب الكويتي العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وتلاه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك. ومن الجانب البريطاني ألقى الكلمة اللورد جونسون وزير الاستثمار البريطاني، وأيضا جيرمين هانت وزير الخزانة البريطاني. وأشاد كلا الجانبان بعمق العلاقة الوقيدة بين البلدين والشعبين الصديقين وبدور مكتب الاستثمار هنا في لندن خلال 70 عام في تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وقد ذكر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان في كلمته عن الاتفاقية التي تم توقيعها، وهي اتفاقية تجارية مع الهيئة العامة للاستثمار وتأسيس شراكة استراتيجية استثمارية مع بريطانيا لتعزيز الروابط، وإعلان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التزام الكويت بالحياد الكربوني للنفط والغاز وانطلاق مبادرة الأسواق المستدامة في 2020. والهيئة العامة للاستثمار هي واحدة من بين جهتين قاموا بالتوقيع على هذه المبادرة. وفي كلمة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، تناول في كلمته عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة تؤكد نوايا صادقة مع بريطانيا لضخ المزيد من الاستثمارات. فاطمة، أشكرك على هذه التفاصيل الوافية والشاملة. فاطمة الكندري موفد تلفزيون دولة الكويت من لندن، نشكرك على هذه التفاصيل.